فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: إذا خطب الرجل امرأة ثم فسخ الخطوبة نعم كيف الخطوبة هي تفسخ؟ ترى يعني تنازل عن تراجع عن الخطبة. نعم. يقول: إذا خطب الرجل امرأة ثم ترك الخطبة فهل له أن يخطب أمها بعد ذلك؟ أي نعم، ما دام ما دخل بالبنت فله أن يخطب أمها، ما دام ما عقد على البنت، ما دام ما عقد على البنت فله أن يتزوج أمها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.